خطورة كبير وخليت الاهلي في وضع خطير يا صلاح الدين يا عقال. صلاح الدين يسجل هدف سينمائي رائع رائع جدا، يضع الكره كما ينبغي، يضع الكره بطريقه ولا اجمل، بطريقه ولا اروع، والتعادل ياتي، التعادل ياتي. روعه روعه هذا الاداء. والدقيقة شوف الدقيقة 14 من الشوط الثاني تشهد هدف التعديل. شوف وين معلش يا مسليم، خيرها بغيرها، هاتها من الشبك، والله وضعها وضع روعة يا صلاح. الله ما أجمل هذه الكرة، الله ما أجمل هذه الكرة في المكان السليم. و